على عكس طلاب العالم، لا يتجه طلاب اليمن المبتعثون في الخارج صوب المكتبات أو قاعات الدراسة، فبين عشية وضحاها وجدوا أنفسهم أمام خيارين لا ثالث لهما، إما البحث عن عمل يقيهم الإذلال في بلد الغربة أو التوجه للاعتصام في مقار سفارتهم. اعتصامات شكلها الطلاب في مقار السفارات اليمنية في بلدان ابتعاثهم بعد أن امتد فساد وعجز الميليشيا إلى خارج الحدود ليطالهم هناك، حيث أقدمت الميليشيا على إسقاط منحهم المالية دون مسوغ قانوني. السفارات حلقة الوصل الوحيدة بين الطلاب والسلطات في بلدهم، كانت قد اتفقت مع الطلاب على أن يوقفوا اعتصامهم بهدف إمهال وزارة التعليم العالي فرصة لمعالجة أوضاعهم، إلا أنه وبعد انتهاء المهلة تفاجأ الطلاب بما لم يكن في حسبانهم، فسفارات اليمن في مصر والأردن والمغرب وتركيا وروسيا لم تحرك ساكناً، بينما حاولت السفارة اليمنية في ألمانيا امتصاص غضب الطلاب عن طريق إطلاقها منح عدد قليل من الطلاب وبشكل دفع صغيرة، بل إن سفارة اليمن في باكستان أغلقت أبوابها في وجوههم معلنة إجازة العيد مبكراً وعززت حراستها بقوات أمن باكستانية، في الوقت الذي أعلنت فيه اللجنة التنسيقية للطلاب اليمنيين في الخارج استئناف اعتصامها. أنا والله مستغرب إنه سفارة الجمهورية اليمنية في إسلام أباد تغلق قبل كل السفارات، والمفترض إنه الدوام اليوم يكون دوام فول تايم. إذن السفارات هي الأخرى تتنصل من مسؤولياتها تجاه الطلاب بحسب تصريحاتهم، وتركتهم وحيدين يواجهون عقابا جماعيا فرضه عليهم عبث الميليشيا وإهمال الحكومة الشرعية.